فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما هي آداب دخول المقابر، وماذا نفعل عند الدخول، وكيف نقف عند الميت؟ نعم، آداب زيارة القبور أنك تزورها لأجل السلام على الأموات، وتزورها لأجل الاعتبار والاتعاظ بأحوال الموتى. فإذا وصلت إليها إنك تدخل وتقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لكم العافية. ثم تأتي إلى القبر الذي تريده وتقف عنده، عند وجهه مستقبلا القبلة، تقف يعني محاذيا لوجهه مستقبلا القبلة، تسلم عليه أولا محاذيا لوجهه مثل السلام على الحي. ثم إذا أردت أن تدعو له فإنك تستقبل القبلة، تجعل القبر بينك وبين القبلة، فتدعو الله للميت ثم تنصرف.